أعزائنا يعني. تحياتي إلي أبو أنهار العزيز. ضياء الميالي شاعر مبدع، شاعر قصيدة قبل لا يكون شاعر أغنية. فضياء الميالي هاي القضية حقيقة، والرجل هو ادعى بها أكثر من مرة يعني، وهذا وفاء منه، أنا أشكره جدا. ضياء الميالي أنا اللي سحبته باتجاه الأغنية، وأنا اللي عرفت على الملحنين في وقتها. هو مو من نية من عندي، لا بالعكس، ولا متفضل عليه، بس هو رجل مبدع يعني. وكان مثلا يعني اجى هو بجيل يعني بعدي، فقلت له اكو عندك لمسات، وقال لي انا هم اكتب اغاني وكذا، انا كنت سابق بالكتابه يعني. يعني كان كاتب قصيده، كاتب قصيده، وكاتب قصيده رائع جدا يعني، دخل لجمعيه الشعراء شاعر يعني، ضيعنا يعني. لكن كانت عندي بعض التقاطعات ايضا المهنيه مع ضياء يعني، ضياء كل الصديق. من حيث؟ من حيث مثلا في فتره من فترات يعني الكتابه، وهو عنده وجهه نظر وانا ايضا عندي وجهه نظر يعني، انا كنت متلقي ممكن الشاعر. نعم نعم. يعني هاي ملاحظات كمتلقي يعني، انا اسمع قصيده لاحمد اقول لك احمد. نعم. وجهه نظر يعني، قلت لك بعض الاغاني ضياء يعني احسها سيء لك، انت اسم رائع، انت كتبت اغاني جميله جدا يعني. يعني انا اغاني، انا اغنيه لضياء الميالي يا رب سترك رفت العين واحبابي مو يم، يعني هاي اغنيه رائعه. الحبيب علي كتب يعني مجموعة أغاني رائعة جدا. المهم الانتقال اللي صارت قد تكون بضغوط، قد تكون ما أعرف يعني، أنت فتحت له الباب للوسط للغنائي. الغنائي نعم نعم، هاي باعترافه يعني في على قناة العراقية كانت أكو رسالة يعني، البرنامج كان أنه أكتب رسالة، فكتبت الضياء، كتبت معاتب لضياء، وصلت له رسالة صوروها بسوريا، فالرجل حشها وهذا الموضوع كله وبرر يعني تبررات، وما زلت يعني أنا على اتصال بضياء صديقي. لكن اكو قضيه عتبت بها على ضياء، وما اعرف هو كاتبها توارد على يعني اسم برنامج. نعم نعم. اغنيه لحسام الرسام كانت من كلمات ضياء الميالي. كانت فكرتها نصا فكره هاتف من الغربه، وبيها بيت شعر يعني يمه بالله شلون ابويا. نعم. ذاك ابو القلب الحنين، انا اقلها هم بعد يمشي على طوله لو حنا الظهر السنين. اي انا اقلها بشريني يا يمه بشريني بابويا. ايه يمكن يمه بشريني بابويا. اي بما شلون صحته، شلون صحته وبعده بحاله الاول والوجه ذاك لو همت لي محتار ويا وقته يعني. توارد هذا احنا نبني حسن النيه. اها ابني حسن النيه وقلت توارد يعني، ما يعني ما تعتبر يعني، انت ما تعتبرها سرقه. لا اللي خلاني اكد على انه عفوا مو ضياء يعني جزء حسام، التليفون اللي بالموضوع. اكو تليفون بالاغنيه مو أذكر؟ اكيد اكيد اكيد، وينقطع الاتصال ويمه لا هذا اني بس اكو بالاغنيه. إيه مو مال نفس الموضوع، هم ينقطع الاتصال وحسام يمه كذا، ينقطع الاتصال وتبدا الاغنيه. توارد قصايد يعني، مو توارد خواطر. يعني حتى نسمي الامور بمسمياتها، احنا قلنا دائما بهذه الامور اكو توارد واكو لا سرقه فكره. نعم. انت تعتبره توارد؟ توارد وارد وشيء طبيعي الكلام خلي يكون مثل توارد انا وضياء. يعني بس حلو كفكره الكلام. سرقه كفكره، لانه فكره التليفون ويتصل وينقطع التليفون مو انا. هاي اخي انا بال 2002 نازل الكاسيت. حلو، يعني الكلام توارد، الكلام توارد والفكره يعني، لانه والفكره حقيقه، لان انا ما شكك بضياء سرقه لاسباب انا اعرفهم. كان يا ضياء حلو. ضياء شاعر وشاعر خطر يعني، ما تعصى علي انه هاي المفرده ما يقدر يجيب غيرها، بس كفكره واتصور الفكره مطروحه لضياء انه اكتب هيك. وقد يكون يعني حتى قلت لك نبني حسن النيه، قد يكون ضياء ما سامع الكاسيت يعني مثلا، وما يدري اكو هيك فكره يعني. هسه كتبنا الكلام توارد والفكره، الفكره سرقه. سرقة لها علنيه هاد بعد، شلون السرقه تصير يعني؟ طيب خلينا ننتقل لصوره اخرى.